اروح من ولا بكره. انا دايرين وقفه احتجاجيه ضد تعسف المديره، وهذا بسبب الحالات المتكرره للحقره والاساءه للاطارات والتهميش. رحيل، حنا طالبوا الرحيل المديره تعويضها باطارات اخرى. طيله 4 أشهر منذ قدوم هذه المديره رانا نتعرضوا لكل انواع التعسف، مسلك منا لا الاطارات ولا جميع اصناف العمال، سواء التنفيذيين اصناف التحكم اطارات. وحنا اليوم رانا نطالبوا بعد ما طفح الكيل، رانا نطالبوا برحيلها وما نخدموش معها. اذا كان الجهات الوصيه تفضل فرض على مجموعه من الاطارات، احنا ما غاديش نولوا على قرارنا. واليوم اتصلنا بجهات بالسيد الوالي والسيد رئيس الديوان اللي وعدونا بانهم سيتخذوا كل الاجراءات، لان كل اعمال وتصرفات الخارجه على القانون قامت بها هذه المديره في ولايه سعيده. نندد بالتصرفات الاخلاقيه التي تقوم بها مديريه الوحده، وحنا نطالب برحيلها.